السلام عليكم الجوار. المهم الخوت تمنى تكونوا اون فورم بخير. للاسف جايب لكم اخبار شويه ماشي مزيان، بحيث ان العديد من الاخبار اللي خربقاتني يخرج على المكان ديالو، بحيث ان جوج الصحف اللي معروفه في انجلترا اللي هي صحيفه ستانفورد بريدج اللي مقربه من البلوز، وايضا بول لندن اللي خاصه بالفرق ديال لندن اللي هما بينهم ويست هام وبينهم تشيلسي وتوتنهام كما عارفين، بحيث الصحف هادو قالوا خبر اللي مزلزل، بحيث قالوا ان زياش ممكن يخرج تشيلسي هذا الصيف. المهم سمعوا الخبر حتى الاخر، بحيث الخوت هذا الخبر خربقني. واش الصحفي ماكاري قال هذا الهضره هادي؟ المهم سمعوا الخبر حتى الاخر وحلوا معايا هذا الخبر هذا، بحيث الصحف قالوا هذا الهضره. ظهرت اخبار انتقالات بان تشيلسي قد يتخلى عن حكيم زياش الموسم المقبل، بحيث وفقا لماكاري اللي خدام مع اكسبريس قال بلي توماس توخيل حريص على تقليص فريقه لتسهيل وصول وفيدين الجدد. يعني كما عارفين مدرب توخيل باغي العديد من اللاعبين، من بينهم هالاند، من بينهم اللاعب اللي كيلعب مع دورتموند هوفمان، وايضا العديد من اللاعبين، وبالتالي غادي يقدر يضحي بعديد من اللاعبين مثل هافرز وفيرنر او لزياش، وبالتالي سمح لهم بالمغادره في الصيف. يعني كما عارفين رغم ان المغربي تلقى ضجه كبيره هذا الموسم حيت ما بينش بزاف، لكن المباراه الاخيره بين، وعلى الرغم من ذلك كيجي واحد الاخبار هادو. وقال الصحفي ماكاري هاد الهضره بالحرف: انها معلوماتنا ان وكيلا مشهورا طلب منه تسويق لاعبين معينين ابرزهم حكيم زياش الذي لم يكن بالطبع في النادي منذ فتره طويله، لكن توماس توخيل يعتقد ان الفريق هو صاحب المركز الاول في الهجوم، ربما يكون الاكثر استهلاكا ان تمكنوا من زياش وان استردوا بعض الاستثمار فيه. يعني زياش رغم انهم استثمروا فيه في الاونه الاخيره وبين، لكن من المقرر اولا في اي لحظه يقدر يمشي الى هو ولا بعض اللاعبين بحال فيرنر وايضا هافرتز وكريستنسن، في اي لحظه قدروا يمشيو هاد اللاعبين هادو. هاد الصحف الانجليزيه اللي كتقول هاد الاخبار، على الرغم ان زياش ما قدمش مستوى كبير في البدايه، لكن الان ولا كيقدم مستوى كبير، هو اللي نقادهم المباريات المهمه، مباراه ديال اتلتيكو مدريد ومباراه ديال تشيفيلد في كاس الاتحاد الانجليزي. المهم الخوت كيجيكم هاد الخبر هذا بحيث الصحفي ماكاري قالها، وايضا الموقع ديال ستانفورد بريدج نقل هاد الاخبار هذا، والموقع الثاني ديال فوتبول لندن قال بلي زياش من الممكن ان يغادر تشيلسي في الصيف بامر من ابراموفيتش والمديره اللي جابته ايضا غرانوسكايا. يعني اش بان لكم في هاد الخبر هذا؟ بالنسبه ليا الخوت هذا الخبر اي حاجه توقع في عالم كره القدم، بحيث ان المدرب توخيل ما تفهمش عقليته، وايضا النوادي اللي عندهم الفلوس كما كنقولوا يقدروا يديروا اي حاجه باش يجيبوا لاعبين اخرين يبان لهم فيهم الضربه، بحال لاعب هالاند او لاعبين اخرين يقدروا يضحوا باللاعبين من اجل اللاعبين الاخرين. يعني اي واحد صعد دابا راه في اي لحظه يقدر يتغير، حتى حاجه مضمونه في عالم كره القدم. اش بان لكم فيه؟ واش هادشي فري بالنسبه لكم من الممكن السماح لتوخيل اوبرانوفيتش بمغادره زياش ام لا؟ اش بان لكم الخوش في الخبر؟ كما العاده ما تنساوش تشتركوا في القناه باش تشجعونا، تحفزونا الخوش. كان معكم مروان، تهلاو لي فراسكم.